جون تاع الحملات التطوعية لتبرع بالدم راهي راح تمكننا كذلك لتزويد مراكز حقن الدم تاعنا من هذا السائل الحيوي اللي يحتاجوه الكثير من المرضى تاعنا. مبادرة مهمة جدا، الموسم الثاني من بنك الحياة، تبرع بالدم ننقذ العديد من أرواح الأطفال، خاصة الأطفال المصابين بمرض السرطان، الأطفال اللي عندهم فقر الدم، ربما الأطفال اللي يكونوا ضحايا حوادث مرور. راح تجوب هذه المبادرة كل أنحاء الوطن من أجل التحسيس بأهمية التبرع بالدم.